مصرا احد المباريات من الجوله 24 كالعاده. طبعا ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون موفق اليوم، 3 نقاط يصل بيهم للنقطه 48 في بطوله جدول الدوري العام، وان شاء الله كالعاده يصل لمكانه الطبيعي النادي الاهلي، هي مقدمه الترتيب والحفاظ على لقب بطوله الدوري العام. زي ما ذكرنا امس 20 لاعب دخلوا بالفعل معسكر فريق النادي الاهلي، 16 لاعب بيغيبوا عن الفريق، لكن اللي عايز اتكلم على الرؤيه الفنيه اللي استبعد منها مستمره الاسارتي بعض اللاعبين على راسهم اسلام محارب ومحمد شريف ومحمود وحيد وحمودي وصالح جمعه وباسم علي. يمكن دول اللاعبين النهارده التدريب كالعاده بيبقى فيه تدريب للمستبعدين عن المباراه، دربوا بشكل كامل وشارك كمان معاهم وليد ازارو. زي ما بناكد كل مره كابتن اسلام من الاشياء المطمئنه ان احنا بيرجع لنا عدد من اللاعبين بيدخلوا ان شاء الله تدريجيا لفورمه المباريات ويكتمل صفوف النادي الاهلي تدريجيا خلال المرحله القادمه. لسه في مباريات عديده في بطوله الدوري العام، في البطوله الافريقيه، وايضا كمان بنشرح الظروف وبنقول تلاحم ومباريات وسفريات عديده لان النادي الاهلي في بطوله الدوري العام لكن تحت بند السفر ايضا، متواجد في الجونه معسكر قبليها ب 24 ساعه، لسه هيعود كمان عنده مواجهات عديده. فعشان كده بنشرح الظروف، بنقول ان في تلاحم، بنقول ان في اجهاد لبعض اللعيبه، الشناوي بنفقده لبعض الام في العضله الضمه، كمان لعيبه كتير بتشتكي من الاجهاد، لكن خلاص يمكن النادي الاهلي خلال المرحله القادمه والمرحله الماضيه كمان الكل على قارب رجل واحد، شخصيه النادي الاهلي بتبان في الملعب. يمكن فقدنا رمضان صبحي خلال المباراه الماضيه وحصوله على 3 انذارات، لكن بنستعيده من جديد في مباراه اليوم. رمضان من العناصر المؤثره في فريق النادي الاهلي وفي التشكيل الاساسي، يعلم جيدا قيمه القميص للنادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي، وبنشوف عنده روح قتاليه رائعه جدا بتبان عليه في ارضيه الملعب. وكل اللعيبه بصراحه اللي متواجده في تشكيل فريق النادي الاهلي وفي القائمه بشكل عام. ايضا من الاشياء المميزه اللي بتنقلها لنا جمهور النادي الاهلي وبيتكلموا معانا فيها كابتن اسلام، هي ان اختيار المميز لكل الصفقات اللي بتشارك دلوقتي، مش عايز انسى حتى كل الصفقات اللي جابها النادي الاهلي، لعيبه عارفه قد ايه للنادي الاهلي مكانه هو المركز الاول، تعلم جيدا ان لكل مباراه النادي الاهلي لابد يكون اداء ونتيجه على اعلى مستوى لاسعاد كل جمهور النادي الاهلي، وده اللي بنامله وبنطمحه ان شاء الله من كل لاعبينا خلال المباريات القادمه. النهارده كمان يمكن كابتن حماده صدقي المدير الفني لنادي الجونه بيعد اللعيبه بشكل مميز بعد الانتعاشه والروح المعنويه المرتفعه بشكل كبير للاعبي الجونه بعد فوزهم على فريق نادي بيراميدز اداء ونتيجه، قدموا مباراه اكثر من رائعه، لكن مواجهه الاهلي مختلفه بشكل كبير، الكل يعلم قيمه النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي. النهارده عايزين برضو ناكد على ملعب المباراه والجو العام هنا في الجونه، نقدر نقول ان الشمس قويه النهارده يا كابتن اسلام، مفيش هواء جامد، لكن مجرد وصولنا الملعب الامر بيكون مختلف بشكل كبير. ارضيه الملعب يعني فيها بعض المطبات وبعض المشاكل، الهواء كمان في الكورسات والكرات العرضيه هبان طبعا خلال تصوير المباراه عن الهواء هيكون شايل الكره بشكل ايه، لكن ان شاء الله كابتن مستر مارتن الاسارتي والكابتن يوسف والكابتن سامي سبيستيان طبعا مدرب فريق النادي الاهلي، الكل طبعا من خلال محاضرات الفيديو الاخيره وانهاء كمان اخر محاضره فنيه هنا في فندق الاقامه للحديث عن الاسلوب وعن الخطه وعن ايضا كمان التكتيك اللي بيحاول مستر مارتن يطبقه في هذه المباراه، كمان التشكيل، والناس طبعا بتتكلم على التشكيل والتشكيل الاقرب لفريق النادي الاهلي بعد خروج الشناوي من المباراه الاخيره وشعوره بالعضله الضمه بعد ما كان في القائمه، الامر بيكون مختلف، فلابد يكون وصلنا للملعب نقدر نقول التشكيل الرئيسي، لكن بشكل عام نقدر نقول الشريف اكرامي طبعا في حراسه المرمى، محمد هاني وسعد سمير وايمن اشرف وعلي معلول في المنتصف، عمرو السوليه، هشام محمد، حسين الشحات، رمضان صبحي، ناصر ماهر، جونيور اجاي. من الممكن كمان يا كابتن اسلام نشوف مروان محسن في الهجوم وإراحة ناصر ماهر ووجود رمضان صبحي، في تعديله ممكن تتم في الفريق، لكن الاقرب حتى هذه اللحظه من اللي احنا شايفينه ولامسينه في معسكر فريق النادي الاهلي او التدريب الاخير اللي اختتمه النادي الاهلي على استاد مختار التتش قبل الوصول هنا الى الغردقه، نقدر نقول ده التشكيل الاقرب لفريق النادي الاهلي. ومجرد وصولنا ان شاء الله كالعاده من خلالك كابتن اسلام ومن خلال ملعب الاهلي يبقى معانا التشكيل الاساسي لفريق النادي الاهلي والرئيسي، وايضا كمان تشكيل الجونه، وننقل الصوره حضور الجمهور اعضاء الجمعيه العموميه اللي اكيد بالفعل تم وصولهم هنا الى الجونه واستاد الجونه اللي هيستقبل هذه المباراه. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يستمر في الاداء المميز اللي بيسعد كل جمهور النادي الاهلي، و3 نقاط يصلوا بينا ان شاء الله للنقطه 48. عوده للاستوديو التحليلي والكابتن اسلام الشاطر.